واسماعيل له اثر كثير كبير بوجوده معنا بالفريق، واسماعيل همته عاليه وجيده جدا لانه حابب يوصل رسالته للناس انه ما بتتوقف حياتهم عند اصابتهم. الحمد لله رب العالمين، هلا انا نجحت نجاحين، يعني انه صرت هلا منتج لحالي قادر على مثلا اطلع اشتغل واعمل، وهلا عندي ونجاح الثاني اني عندي رساله عم بوصلها للمصابين انه الحياه ما توقف عند الاعاقه بس، ان الحياه لازم الواحد يطلع من جو الاعاقه، لازم يتفرغ يصير منتج في المجتمع لحاله.